العرب. أوهايو كوزينز. شكرا. طبعا شرفت وجودي النهارده بحضراتكم، شكرا لمنصه الكريمه، شكرا لدكتور ايمان عبد الحق عميد الجمهوريه، شكرا لدكتور منى عزيز على الدعوه الكريمه، شكرا لحضراتكم، شكرا للساده مديري الملابس اللي شاركين النهارده معانا، شكرا لحضراتكم، شرفت كتير جدا ان اتعرفت بحضراتكم النهارده، شكرا للشباب الخريجين اللي معانا النهارده، شكرا للطلبه اللي موجودين، شكرا لحضراتكم جميعا. يشكر داعش مصر. نبدا اول حاجه، احنا يمكن احنا المدرسه اللي موجوده هنا، احنا الوليد الجديد على ارض بنا. احنا لسه بنعمل المدرسه للعام الاول. في نهايه اللقاء بتاعنا ان شاء الله هقول لحضراتكم بس خبر مش كويس قوي، بس ان شاء الله يعقوبه خبر يبقى. الحاجه الاولى الاول، احنا سريعا هنعرض على حضراتكم، احنا المدرسه واحده من واحد فرع موجودين مستوى الجمهوريه. احنا منظومه تربويه تابعه للحكومه، ولكن بطبيعه خاصه نشرف عليها الجانب الياباني الجايكا، وبالتالي هي مدارس على ارض مصر ولكنها تتبع نظام التعليم الياباني وتحرير انشطه التربويه فيما يسمى انشطه التوكاتسو. الهدف من الانشطه اللي احنا بننفذها في المدرسه هي التنميه الشامله لبناء شخصيه الطفل. احنا بنشتغل على كل الجوانب الخاصه بالطالب، سواء كانت الجوانب الاكاديميه، الجوانب السكونيه، تنميه مهارات الطفل بشكل عام. ده سريعا يعني باختصار شديد جدا لمجموعه الانشطه او ما تهدف اليه انشطه التوكاتسو في المدارس بتاعتنا. هي المدارس بتهدف الى تنميه التفكير المستقل، اكتساب المهارات الحياتيه، دائما قلنا توفير الثقه بالنفس والقدره على اقناع الابداع المستمر لدى الطلبه، تحديد الاهداف والقدره على حل المشكلات والقيم. في النهايه احنا مدرسه تطبق النظام المصري Education Public، وبالتالي احنا مدرسه مدارس، عشان كده بنقول لحضرتك ان الاهم من حضرتك تدور مهاراتك بشكل قوي جدا في اللغه الانجليزيه. طبعا انا مش هقدر اقسم لحضرتك اماكن تواجد الاسرع اللي موجوده على مستوى الجمهوريه، ولكن انا زي ما قلت لحضرتك احنا 51 فرع منتشرين على مستوى الجمهوريه، ونبدا نقول استمرار حتى اسوان من يعني من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وبالتالي حضرتك تقدر تقدم في اي فرع. ده مش معناه انه قاصر على ان حضرتك تقدم في فرع الالوبيه. يوجد مدرستين فرع الالوبيه، فرع الموجود ده بيشتغل العام الرابع، وفرع بنا احنا بنشتغل العام الاول. هي من شروط الالتحاق باعتبار ان ده الموضوع الاساسي اللي احنا هنتكلم فيه. طبعا حضراتكم احنا بيبقى الالتحاق لازم يتم بشكل الكتروني، يتم ده من خلال حاجه موقع وحده المدارس المصريه اليمنيه. اتمنى ان حضراتكم تسرشوا على ده على الفيس، وحده المدارس المصريه اليمنيه، اللينك بتاع التوظيف بينزل على صفحه الوحده على الفيس، وبالتالي حضرتك بتقدر تلتحق من خلال التقديم على اللينك. مفيش اي طريقه ثانيه غير التوظيف داخل المدارس الا من خلال اللينك اللي بيعلن في اوقات معينه. يمكن حاجه اقول لحضرتك النهارده الخبر الوحش ان احنا اصلا اللينك بالفعل اتقفل، يعني لينك السنه دي او لينك التوظيف السنه دي اتفتح في شهر ابريل وده فل، وبالتالي حضرتك انا بقول لك الحاجه الكويسه بقى ان انت اشتغل من النهارده ان انت تمهل نفسك بشكل عام ان انت تلتحق بمدارسنا ان شاء الله من خلال العام القادم. تابع الصفحه بشكل مبين، ممكن تتابع الصفحه الخاصه بالمدرسه عندنا المدرسه المصريه اليابانيه فرع بلها، بحيث ان حضرتك برضه احنا لما بينزل اللينك بينزل اللينك على صفحه المدرسه. وبعيدا عن المدارس برضه احنا بندي مرتبات كويسه قوي، بالاضافه طبعا ان احنا بيبقى في عندنا ثلاث منصات خاصه، منصه خاصه بولية الامر، عندنا منصه خاصه للطالب، وعندنا خاصه ودي يمكن تخص حضراتكم بشكل مباشر بالمعلم. المنصه دي بتبقى دائما بتشتغل على التنميه المهنيه المستدامه لحضرتك. ايا ما كانت حضرتك مجرد ما بتتقابل بتدخل جوه منظومه تدريبيه واسعه جدا، تتدرب على حاجات كتير جوه المدرسه. فبيبقى في دايما تنميه مهنيه مستدامه. طبعا من الشروط، خلينا نتكلم بشكل عام، ان حضرتك دايما لما بتسجل في الموقع انت ليك حق التسجيل مره واحده، وبالتالي لو حضرتك خرجت ما بتقدرش تدخل مره ثانيه. تنتبه جدا ان انت قبل ما تبدا التسجيل ان انت تكون محضر كل السي في بتاعك جنبك عشان تبدا تدخل الداتا بتاعتك.
دايما بيبقى في وقت محدد للاسئله، بيبقى في دايما اختبار صغير اثناء التقديم، بيبقى حضرتك في وقت محدد للتقديم، وبالتالي حضرتك لازم تكون مركزين قوي ان انت تجاوب الاسئله في الوقت المحدد، لان احيانا الوقت بيقفل عليك اثناء التقديم. انا بحاول اقول لحضراتكم الملاحظ الخاصه اللي بتظهر عند بعض لما بيجي يقدم للالتحاق بالمدارس عندنا. الحاجه الثانيه اللي طبعا حضرتك لازم تكون متاكد ان كافه البيانات اللي حضرتك دخلها على الويب سايت ان دي البيانات صحيحه وما فيش اي مشكله. طبعا اجازه اللغه الانجليزيه ده شرط اساسي في تدريس المواد اللي هي زي الماس والساينس. طبعا في التزام بالشريحه العمريه، احنا ما بنقبلش حد يستقر الا بخبره، وبالتالي احنا اقل خبره لازم تنطبق عندنا في المدرسه تكون عميد. طبعا دي بتكبر عن كده، واقصى سن ممكن يقبله المعلم هو 35 سنه. عشان كده بشجع حضراتكم ان انتوا تبداوا تشتغلوا على نفسكم النهارده، وان انتوا تحاولوا تقدموا واسرع وقت بحيث ان انتوا يبقى عندكم فرصه قويه جدا للالتحاق سواء السنه الجايه او السنه اللي بعدها. احنا زي ما قلت لحضراتكم احنا لسه مدرسه وليده، وبالتالي احنا كل سنه بنطلب معلمين جدد، يعني احنا دائما ابدا عندنا الحكايه دي ان احنا ناخد معلمين جدد، احنا ما زلنا مدرسه وليده. طبعا الشهادات اللي حضرتك بتدخلها على الويب سايت لازم تكون ثانيه. نتكلم سريعا بس على شروط الالتحاق الخاصه بالطلبه اللي احنا بنقدمها. احنا عندنا شرط الزامي في الالتحاق بالمدارس بتاعتنا ان احنا سن الطالب اللي بيلتحق عندنا في مرحله الاطفال دايما لازم يكون في مدى من 4 سنين الى 5 سنين ليلا، وهكذا في بعض الصفوف خداع. فكره السن ده شرط الزامي، ما ينفعش ان احنا ناخد طالب اصغر من السن ولا طالب اكبر من السن. بنلتزم بشرط الاقامه للطالب اللي بيلتحق عندنا في المدرسه، شرط اساسي طبعا لازم يكون مصري ومنها لغوي مصري الام. بالنسبه للوظائف المتاحه حضرتك تقدروا تبصوا على البرزنتيشن، عشان شايفه ان في ناس بتتكلم كتير، ركزوا مع البرزنتيشن وتقدروا تشوفوا الوظائف المتاحه اللي ممكن حضرتك تقدم عليها. فبيت حضرتك تبص لو انت واحد من ضمن الناس المتاحه انها تلتحق باحدى هذه الوظائف، ان شاء الله حضرتك ممكن تجرب معانا السنه الجايه، وانا ان شاء الله جميع فرصة كويسة للالتحاق بالمدرسة. صفحة الويب سايت أنا هحاول أسيبها لكم إن شاء الله هنا في البرزنتيشن، فاللي يحب يقدر ياخدها، ولكن بشكل عام أنت لو سرشت تقدر توصل للصفحة، أنت تقدر تعمل الإعجاب عليها وبالتالي تقدر تقدم على الالتحاق. يعني طبعا احنا عندنا الأنشطة بشكل عام هي الأساس اللي احنا بنشتغل عليه، زي ما قلت لحضرتك هي أنشطة الدوكاتسو اللي احنا بنشتغل عليها. ده صورة من صور التدريب، واحنا زي ما قلت لحضرتك عندنا تدريب مستمر للمعلمين اللي موجودين عندنا، فده صورة من صور التدريب اللي ان شاء الله لو حضرتك التحقتوا معانا ان حضرتك كنت واحد من